في ختام الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، الفصائل الفلسطينية تتفق على ضرورة إجراء الانتخابات بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة. الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بمظاهر التعاون البناء مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي. خلال زيارته لليبيا، الرئيس التونسي يؤكد على مواصلة مساندة بلاده للمسار الديمقراطي الليبي. الثامنة مساء في القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. أهلا بكم في بانوراما إخبارية شاملة على شاشة النيل للأخبار. عبر قادة الفصائل الفلسطينية عن تقديرهم لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب الفلسطيني وعلى الجهود التي تبذلها مصر في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني في مراحله كافة ومتابعته الحثيثة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. جاء ذلك في بيان أصدرته الفصائل الفلسطينية في ختام اجتماعاتهم والتي عقدت على مدار يومين بالقاهرة. وقد ناقش المجتمعون القضايا الوطنية كافة والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وكذلك إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وسبل تعزيز الشراكة الوطنية. وقد استمع المشاركون إلى تقرير لجنة الانتخابات المركزية حول سير الإعدادات للانتخابات التشريعية والاتفاق على حلول للموضوعات العالقة بما يضمن سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة عالية. هذا وقد ثمن البرلمان العربي جهود مصر لدعم المصالحة الوطنية الفلسطينية وتوحيد كلمة الأشقاء الفلسطينيين. وقال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أن دعم ورعاية الرئيس السيسي لجولات الحوار تؤكد الدور الريادي الدائم التي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية. وقد رحب رئيس البرلمان العربي بانطلاق الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني بالقاهرة والذي يشارك فيه قيادة وممثل الفصائل الفلسطينية والذي يأتي استكمالا للجولة الأولى. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بمظاهر التعاون البناء مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص. وقد ثمن الرئيس خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتيكايس ثمن التقدم المحرز في إطار تلك الآلية الثلاثية، مؤكدا حرص مصر على الارتقاء بمختلف جوانب التعاون مع اليونان بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين. من جانبه أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر. وجه رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في مستهل الاجتماع الأسبوعي للمجلس التهنئة لسيدات مصر بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية. من ناحية أخرى أكد مدبولي أن زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والتي وجه بها الرئيس السيسي وكذا قيمة المعاشات في موازنة العام المالي المقبل بالإضافة لمبادرة الرئيس للتمويل العقاري كلها أمور تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل. وخلال الاجتماع استعرض مجلس الوزراء الخطط التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما استعرض المجلس تقريرا عن أداء الهيئة العامة للرعاية الصحية في النصف الأول من عام 2020-2021.
أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الأهمية البالغة لاستمرار الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، وأكد العمل على تأمين توفير كافة المتطلبات الطبية من مستلزمات وأجهزة. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي لاجتماع اللجنة الطبية لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث دعا إلى ضرورة العمل على زيادة توعية المواطنين بالمخاطر المترتبة على دعم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وبخاصة في ظل التمسك ببعض العادات المصرية المتعارف عليها في شهر رمضان الكريم. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون مع الأمم المتحدة وكافة المنظمات والوكالات التابعة لها بما يخدم أجندة التنمية التي تتبناها الدولة المصرية. وأشار مدبولي لأن أهم الموضوعات التي تحظى بأولوية ومنها ملف برنامج الإصلاح الهيكلي والذي تنوي الحكومة الإعلان عن تفاصيله قريبا، وأكد تعزيز مصادر مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات النقل وتحلية المياه والتحول الرقمي. واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء اليوم مع ألينا بينوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة أهم ملامح المشروع القومي لتطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. عقد وزير الخارجية سامح شكري لقاء عبر شبكة الفيديو كونفرنس مع نظيرته وزيرة خارجية السويد آن ليند، حيث تبحث حول مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجمل المجالات والدفع بها قدما لآفاق أرحب ومجمل الأوضاع في منظمة الشرق الأوسط. وأكد الوزيران الحرص على الارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قدما بمسار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وشدد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق إزاء المواقف والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، كما تم التطرق أيضا إلى تطورات جائحة كورونا وسبل التصدي لها. نفذت القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريبا بحريا عابرا باشتراك الفرقاطة المصرية شرم الشيخ مع سفينة برمائية أمريكية في نطاق مسرح العمليات للأسطول. وجاء التدريب تأكيدا على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، والتي تهدف لتعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية وبما يساهم في دعم الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة. شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مركز القيادة الخارجي ذو مستويين بدوي 38 والذي يجريه أحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني، واستمر ذلك لعدة أيام. ويأتي في إطار الخطة السنوية لتدريب القتالي لتشكيلات وحدات القوات المسلحة، وبدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة والتي تضمنت عرض التقارير والقدرات ثم إجراء تنظيم للتعاون لكافة عناصر تشكيلات المعركة. وعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مركز القيادة والسيطرة للتأكد من الجاهزية والاستعداد، وأظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة في استعداد قتالي عال. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان على قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، وكذلك الإدلاء أو قصاصي الأثر لصالح قوات حرس الحدود، وقبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو من عام 2021. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء قصاص الأثر لصالح قوات حرس الحدود وقبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2021. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء سمير خليدي مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والذي أعلن فيه عن قبول دفعة جديدة من الشباب المتطوعين والأدلاء قصاص الأثر اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 6 من إبريل 2021، وكذلك قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2021 اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 من مارس 2021، مشيرا إلى أن كل شاب له موقف مخالف يجب عليه التوجه لمكتب التجنيد والتعبئة التابع له فورا، وذلك للاستفسار عن صحة موقفه التجنيدي. ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع إدارة التجنيد والتعبئة تجنيد.mod.gov.eg.
في إطار الحملة التنشيطية الموسعة لوسائل خدمات تنظيم الأسرة، تم افتتاح نوادي صحة المرأة بمراكز طب الأسرة، وذلك لاستعراض المنتجات المنزلية والمشغولات اليدوية تشجيعا ودعما لهم لزيادة دخلهم الأسري. بالتزامن مع الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في مرحلتها الأولى بتسع محافظات والتي تحمل عنوان حقك تنظمي ضمن مبادرة أيامنا أحلى، تم إقامة معارض نوادي المرأة التابعة للحملة لاستعراض المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو، وذلك إيمانا بدعم وتنمية المرأة المصرية ورفع المستوى الاقتصادي للأسرة المصرية. النهاردة الحمد لله إحنا في وعيد تطوير الأسرة بدندية افتتحنا نادي المرأة، وفي أشغال يدوية وفي شغل لسيدات القرية نفسهم، في شغل لبنات النوادي بتوعنا اللي هم على مستوى 50 وحدة بتوعنا وال52 تابع. عندنا ندوة تثقيفية عملناها عن وسائل تنظيم الأسرة ومجانيتها وتوفرها في الوحدة، مع توافر طبيبة مدربة وطاقم تمريض مدرب. النوادي عندنا بتقدم نشاط ندوات، وفي أنشطة بقى محو أمية، وفي أشغال يدوية، وفي أنشطة خيرية، وفي استخراج بطايق والأنشطة دي. فإحنا النهاردة عملنا المعرض الكبير في دونديت، وهيبقى إن شاء الله معرض دائم مستمر طول الأسبوع، وهنعرض فيه المنتجات دي. يعني بتتنوع الأنشطة عندنا في النادي ما بين أشغال يدوية، وفي تدريب محو أمية للي عاوز يتعلم محو أمية، وفي نشاط خيري. كما تقوم المنتفعات بمراكز طب الأسرة بعد تدريبهن من خلال مسؤولي نوادي المرأة بعرض العديد من المنتجات المنزلية تشجيعا لهم مع رفع قدراتهن على اتخاذ القرارات، وبخاصة قرار الإنجاب. نادي الأسرة هنا بيستهدف بالذات الست المصرية، وبالأخص الست اللي هي الريفية. طبعا احنا دلوقتي بنخليها بيبقى عندها تتمكن ان هي ترفع مستوى الدخل بتاعها، وبالتالي اللي هو مستوى المعيشة بتاعتها، كمان بنأهلها ان هي تخش في سوق العمل، بان هي هنا بتخش احنا عاملين هنا تدريب للمشغولات اللي هي اليدوية اللي حضرتك شفتها ديت، اللي هي الشنط والحاجات دي مشغولات يدوية بيتم تدريبهم هنا، والخامات الموجودة بنساعدهم بيها، وفي نفس الوقت هم كده بيبقوا بينتجوا، إنما إحنا برضو بنسوق لهم، يعني هم بينتجوا وإحنا بنسوق. بعمل حاجات برضو لتخفيف الأعباء عن المواطنين وكده، برضو بعمل مفروشات بأسعار برضو تكون كويسة عن برا شوية، برضو بنعمل مخبوزات وشغالين في المعجنات كلها عامة، يعني قرص، فطير، الحاجات، عيش، بنخبز برضو عيش والحاجات دي وبنعرضها برضو، فالحمد لله ماشي، يعني نتيجتها كويسة معانا الحمد لله. من حقك تنظمي واحدة من المبادرات الرئاسية الفاعلة التي تحظى باهتمام الدولة المصرية كواحدة من الإجراءات المهمة لمواجهة المشكلة السكانية بشكل واقعي. محمد حلمي، النيل. تواصل وزارة الداخلية ضرباتها القوية ضد جرائم الاتجار بغير المشروع في النقد الأجنبي والفساد الوظيفي وغسل الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين. استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة لمكافحة جرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تشكيل عصابي بأسيوط لقيام عناصره بغسل 95 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس أنشطة تجارية بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. وعلى صعيد التصدي لجرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط 4 تشكيلات عصابية بسوهاج وقنا والمنيا لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندي بلغ 11 مليون جنيه عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالعملة الوطنية مقابل عمولة، مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وفي إطار تصديها لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط كيانين تعليميين وهميين بالقاهرة والإسماعيلية القائمون على إدارتهما أوهموا ضحاياهم بإمكانية منحهم شهادات دراسية معتمدة من الجامعات المصرية والأجنبية خلافا للحقيقة، وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية نظير ذلك، وتم ضبط المستندات الدالة على نشاطهم الإجرامي بمقر الكيانين التعليميين.
كما تمكنت الإدارة من ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، حيث يقوم أحدهما بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك وإيهام ضحاياه بأنهم فازوا بجوائز مالية، ويطلب منهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم ويستخدمها في عمليات شراء على مواقع التسوق الإلكتروني. انطلق الاجتماع الخامس للاتحاد العربي للقضاء والإداري بمشاركة العديد من الدول العربية أعضاء الاتحاد، وذلك عبر شبكة الفيديو كونفرنس. يأتي الاجتماع لمناقشة سبل التعاون بين الهيئات القضائية وتبادل الرؤى والخبرات، كما شهد الاجتماع تدشين المكتبة الإلكترونية للاتحاد. للمساهمة في تعزيز وتطوير المنظومة القضائية في مجال القضاء الإداري، انطلق الاجتماع الخامس للجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري بحضور رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، وذلك بمقر مجلس الدولة بالقاهرة. وفي انعقاده الخامس عن طريق الاتصال المرئي، تم عرض الاجتماع الرابع للجمعية العامة للاتحاد واعتماد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد والتقرير المالية. أطلقت الجمعية العمومية المكتبة الإلكترونية للاتحاد، ودي مكتبة بتضم قرابة 5000 حكم صادر من محاكم عليا إدارية في الدول العربية، مكتبة مجانية مفتوحة للعامة لتسهيل على المشتغلين في الحقل القضائي اللجوء لاستخراج بعض المبادئ القضائية أو للوصول لبعض الأحكام القضائية. الاتحاد العربي للقضاء الإداري يعني أنشئ بمبادرة رئاسية بالمشاركة مع الدول العربية الأعضاء في الاتحاد بحضور فخامة رئيس الجمهورية سنة 2015 هنا في مجلس الدولة المصري، والاتحاد بيضم عدد كبير من الدول العربية اللي فيها نظام قضائي مشابه وفيها قضاء إداري بصفة عامة. الاجتماع الخامس أيضا تطرق إلى مناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيق القانون الدولي والاتفاقات الدولية من قبل القضاء الإداري، وكذلك طرق الطعن غير العادية في الأحكام. وخلال الاجتماع تم الإعلان عن انتقال الرئاسة من محكمة التمييز بالأردن إلى المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات. وأهنئ زميلنا الفاضل المستشار الجليل عبدالله البعنين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز بدولة البحرين، باعتباره سيتولى منصب نائب رئيس الاتحاد، وطبعا ان شاء الله تبقى يعني نتمنى ان اجتماعاتنا بعد كده تبقى اجتماعات حقيقية فعلية وليست افتراضية. كما استعرض الاجتماع مشروع الموازنة للعام الجاري ومناقشة بنود خاصة بإعادة تشكيل المكتب التنفيذي. الاجتماع الخامس للاتحاد العربي للقضاء الإداري يعكس صورة إيجابية للتعاون بمنظومة العدالة، وكذلك يعتبر الاتحاد ركيزة أساسية للعمل العربي المشترك بين الدول العربية وكافة المنظمات والاتحادات الممثلة على المستوى الدولي. من مجلس الدولة، رمضان المطعني، النيل. بحث الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم بقصر الضيافة بطرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تكثيف التعاون في مختلف المجالات لمواجهة التحديات الكبرى للبلدين، وذلك عبر الإسراع بعقد اللجان العليا المشتركة بما يستجيب لمتطلبات الشعبين الشقيقين. وقد أكد الرئيس التونسي خلال المحادثات على مواصلة المساندة البلاد للمسار الديمقراطي الليبي، وبخاصة وأن أمن تونس هو من أمن ليبيا. وقد بحث الجانبان الاستحقاقات المقبلة للبلدين وفي صدرتها المسائل التنموية والاقتصادية، حيث تم الاتفاق على إعطاء دفعة جديدة للنشطاء والنشاط التجاري على وجه التحديد بين البلدين. من جانبه كد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن الشعب الليبي لن ينسى وقفة الشعب التونسي معه طوال الفترات الماضية، مؤكدا على خصوصية العلاقات بين البلدين. للمزيد من المتابعة انضم إلينا هاتفيا الأستاذ خالد محمود الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. برحب بك أستاذ خالد بداية. مساء الخير يا فندم، وأهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. أهلا وسهلا أستاذ خالد. بنتحدث عن زيارة مهمة جدا للرئيس التونسي قيس سعيد لليبيا في هذه الفترة، طبعا يعني مع تشكيل الحكومة الجديدة ربما يكون هناك دفعة قوية جدا للعلاقات ما بين دول الجوار ومنها تونس، وهي علاقات ممتدة ما بين تونس وليبيا. كيف نقيم هذه الزيارة في هذا الوقت على وجه التحديد أستاذ خالد؟ شكرا
هيك انا بتصور انها بتاتي في اطار الحرص التونسي على خفض فاتوره المعاناه من الازمه الليبيه. تعرف حضرتك انه الاقتصاد والامن في تونس تضرر بشكل واضح من تداعيات الازمه الليبيه، ومن ثم الرئيس التونسي قيس سعيد بيستغل يعني الفرصه لمحاوله فتح قنوات اتصال مباشره مع السلطه الجديده في طرابلس، حيث التقى اليوم كاول رئيس عربي او اجنبي يزور طرابلس بعد تولي هذه السلطه الحكم خلفا لحكومه الوفاق المنتهيه ولايتها برئاسه بنستراج. هو بيحاول هنا انه يفتح قنوات اتصال لتحقيق مصالح اقتصاديه مباشره. هو تكلم عن انسياب السلع والاشخاص بين المعابر الحدوديه، وتحدث عن عقد اجتماع للجنه العليا المشتركه قريبا، ناهيك عن انه ايضا تناول مساله الصحفيين المختطفين في ليبيا منذ فتره، وان كانت تحدث عن فكره احياء المغرب العربي من جديد. لكني بظن انه يعني وحكومة دبيبة والسلطة الجديدة في ليبيا أمامها فقط فترة انتقالية محدودة، هي تسع شهور فقط. بعتقد أنه ينبغي لها التركيز على الأمور الداخلية بالدرجة الأولى لتحقيق الأمن والاستقرار والوفاء بالاستحقاق الانتخابي الذي ينبغي أن يتم بحلول 24 ديسمبر المقبل. نعم، طيب بشكل عام استاذ خالد، يعني ايضا هناك موضوعات مهمه جدا يتم مناقشتها الان ما بين الجانب الليبي والجانب التونسي. بوجهه نظرك، هل نستطيع ان نحكم بدايه على استقرار الاوضاع في ليبيا وبالتالي هو ممتد لتونس في هذه الفتره وما تدعمه بشده دول الجوار، منها تونس ومنها مصر وعدد من الدول الاخرى تريد ان يكون هناك استقرار بشكل كبير في الاراضي الليبيه مع تشكيل حكومه جديده ومع وجود رئيس للمجلس الرئاسي الليبي الجديد السيد محمد المنفي؟ يعني نتحدث عن تطورات كبيره جدا على ارض الواقع. مدى التطبيقات الفعليه او مدى دخول ليبيا في مرحله الهدوء في ظل وجود ميليشيات وفي ظل وجود يعني ده حركات تدعمها من الخارج لزعزعه الامن والاستقرار من جديد داخل ليبيا؟ هو ما احنا اللي احنا بنشوفه في ليبيا وتحديدا في طرابلس ممكن ان يكون نوع من خداع البصر، لانه ما جرى هو فقط تغيير في هيكل السلطه، لكن اساس المشاكل على مدى السنوات العشر الماضيه لا زال موجود، الا هو دوله الميليشيات المسلحه التي ينبغي العمل على تفكيكها. الحكومات السته التي تعاقبت على الحكم في طرابلس كلها باءت بالفشل لانه الميليشيات المسلحه لم تمنحها الفرصه وتوغلت عليها وهيمنت على صنع القرار سواء السياسي او الاقتصادي او العسكري او الامني. بالتالي فرص نجاح حكومه دبيبه او السلطه برمتها على المحك ان لم يتم الاسراع بتفكيك الميليشيات المسلحه وتشكيل جيش وطني محترف وقوي وجهاز امني ايضا محترف وقوي، بحيث انه هذه المؤسسات الامنيه والعسكريه تكون قادره على تهيئه المناخ المناسب لاجراء انتخابات حره ونزيهه يذهب فيها الليبيون الى صناديق الاقتراع لاختيار من سيحكمهم في ما بعد مرحله دبيبه والمنفي المؤقت. نعم، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المتابعة الأستاذ خالد محمود الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. أدن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الاعتداء الذي استهدف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بطائرة بدون طيار قادمة من اتجاه البحر. جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدر في دورته 147 المنعقد اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين. وقد أدان المجلس استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمملكة العربية السعودية، مؤكدا وقوف دول مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية ودعمها لجميع الإجراءات اللازمة والرادعة والتي تتخذها ضد هذه الأفعال الاستفزازية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية. أدانت الخارجية السعودية اقتحام المتظاهرين اليمنيين لقصر المعاشيق مقر إقامة الحكومة اليمنية في مدينة عدن جنوب البلاد. وقد أكدت الخارجية السعودية دعم المملكة العربية للحكومة اليمنية والتي باشرت مهامها في العاصمة المؤقتة منذ 30 من ديسمبر الماضي برئاسة معين عبد الملك.
وأهمية منحها الفرصة الكاملة لخدمة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الراهنة. وما دعت المملكة طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة والاجتماع في الرياض لاستكمال تنفيذ بقية النقاط، معتبرة أن ضمانة لتوحيد صفوف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته. لقي أكثر من 18 عنصرا وجرح العشرات من ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم في كمين محكم نفذه الجيش في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز. وفي محافظة حجة قتل نحو 28 عنصرا من الميليشيا وجرح العشرات في هجمات شنهت قوات الجيش على مواقع لتمركزات الميليشيا الحوثية في مديرية عبس. أودى فيروس كورونا بحياة نحو 2,682,000 حالة حول العالم، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات أكثر من نحو 121 مليون حالة. وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وأخيرا إسبانيا. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة. يواصل فيروس كورونا انتشاره المكثف في الولايات المتحدة الأمريكية متجاوزا 30 مليون إصابة، وهو ما يمثل ربع عدد إصابات عدوى هذا الفيروس حول العالم، الذي بلغ فيه عدد الوفيات أكثر من 533 ألف حالة. وقد فاقت الخسائر التي أحدثها الفيروس والتي منيت بها الولايات المتحدة في كل الحروب التي خاضتها. إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أقرت حزمة التحفيز والتي تبلغ 1.9 تريليون دولار، رغم معارضة الجمهوريين الذين رأوا أنها باهظة وتجاوز الخطير قد يثقل كاهل الحكومة. وفي ولاية كاليفورنيا اكتشفت لأول مرة سلالتين من فيروس كورونا تحت مسمى تحورات مثيرة للقلق، قد تكون أكثر قابلية للانتقال 20%، وقد تكون علاجات كوفيد أقل فعالية ضد هاتين السلالتين. كبير خبراء الأمراض المعدية بالحكومة الأمريكية حذر من موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا قد تكون قادمة في الطريق وبشدة. إننا يمكننا تجنب ذلك إذا ما واصلنا تطعيم المواطنين وتحقيق وقاية أكبر بدون تراجع مفاجئ عن إجراءات الصحة العامة. من جانبه شجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنصاره الجمهوريين على تلقي لقاح كوفيد 19 رغم التحفظات الكبيرة التي يبديها بعضهم وبعض المجموعات الرئيسة الرافضة للقاح. أوصي بذلك للذين لا يريدون، بصراحة غالبية هؤلاء الأشخاص صوتوا لي، وأؤكد أنه لقاح عظيم وآمن، وهو شيء يعطي نتيجة. يشار إلى أن 90% من الأمريكيين الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا تقدموا للتسجيل، وذلك للحصول على الجرعة الثانية حتى فبراير الماضي. قالت لجنة معنية بسلامة اللقاحات تابعة لمنظمة الصحة العالمية اليوم أنها ترى أن المنافع التي تعود من استخدام لقاح أسترازينكا للوقاية من كوفيد 19 تفوق المخاطر، وأوصت باستمرار التحصين به حتى الآن. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدرجت لقاحا أنتجته شركة أسترازينكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد في قائمة الاستخدام الطارئ الشهر الماضي، مما أتاحه على نطاق واسع لدول العالم النامي بسبب انخفاض سعره. من ناحية أخرى، أوصى الفريق الاستشاري الاستراتيجي المعني بالتلقيح لمنظمة الصحة العالمية بلقاح جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كورونا المستجد بعد اعتماده من قبل المنظمة الدولية لمن يبلغون 18 عاما وما فوق لكبار السن. وقد أكد أن فعالية اللقاح تبلغ نحو 67%. نشرتنا متواصلة مع حضراتكم، وفيها بعض أخبار الاقتصاد. محققو الأمم المتحدة يبحثون عن أدلة على ارتكاب جرائم بأوامر من جيش ميانمار. ما هو قادم أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد بصحبة زميلتي إلى حمد. تفضلي إلى. شكرا عمرو، أهلا بكم مشاهدينا الذي الجولة في أخبار الاقتصاد وأبرز ما فيها. خلال جلسات دافوس رئيس الوزراء يؤكد حرص مصر على التواصل مع المستثمرين حول العالم.
أهلا بكم إلى التفاصيل، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين حول العالم لتطوير آفاق التعاون المشترك مع الشركاء الدوليين وللتعرف على أي مشاكل أو معوقات قد تواجههم والعمل على حلها. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرنس في جلسة الحوار الاستراتيجي التي نظمها منتدى دافوس الاقتصادي العالمي مع عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات العالمية المهتمة بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة والواعدة في مصر. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لبحث آليات تطبيق الزراعة التعاقدية بحضور وزراء الموارد المائية والري والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو التوسع في نظام الزراعة التعاقدية وفق أولوية تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد من السلع الاستراتيجية التي يتم الاتفاق عليها والعمل على تحقيق الأمن الغذائي. ووجه مدبولي بأهمية أن يتم تحديد آليات واضحة لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية والإعلان عنها في أقرب وقت حتى يستعد المزارعون لذلك ويحققون الاستفادة من هذه الآلية. تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية افتتح معرض البازار 2021 المتخصص في عرض وتسويق الحرف والمشغولات اليدوية والتراثية التي تشتهر بها مصر. نتابع. لعرض وتسويق الحرف والمشغولات اليدوية والتراثية التي تشتهر بها مصر وكذلك احتياجات وديكورات المنزل، يستمر معرض البازار في فتح أبوابه أمام المواطنين بأرض المعارض. الجهاز عامل حاجة خدمة جديدة عملناها في تراثنا السنة اللي فاتت وبنكررها السنة دي لأنها نجحت جدا وساعدت الناس. الخدمة دي اسمها وحدة تطوير الأعمال. الوحدة بتوفر مجموعة من الخدمات للعارضين داخل المعرض، بنصور لهم منتجاتهم تصوير احترافي، بنساعدهم ان هم يعملوا ويب سايت موقع الكتروني، بنساعدهم ان هم يعملوا جرافيك تصميم لموقع او تصميم لفلاير تصميم للوجو. انا مبسوطه ان احنا دلوقتي بقينا في وقت كورونا وفي معارض بدل ما احنا كنا في البيت، يعني ما كناش بننزل نعرض مشغولات بتاعتنا، كنا قاعدين في البيت، فدلوقتي ان احنا بقينا ننزل المعارض والمعارض ابتدت تبقى في معارض ده شيء كويس جدا. يشارك في المعرض ما يقارب من 400 عارض وعارضة من مختلف محافظات الجمهورية سواء بشكل فردي أو من خلال الجمعيات الأهلية فضلا عن ذوي الهمم. في تاني مشاركة ليا معرض البازار، طبعا جهاز تنمية المشروعات طبعا هو بيدعم أصلا كل الحرف اليدوية وبيهتم أكتر كمان بأصحاب الحرف اليدوية من ذوي الهمم. أنا شاركت قبل كده في معرض تراثنا وده كان يعتبر أول معرض ليا، معرض البازار ده تاني معرض ليا طبعا تحت دعم وزارة التجارة والصناعة وتحت الدعم الكبير طبعا لسيادة الرئيس. هدفنا هو تنمية وتطوير الفئات الصم وضعاف السمع بحيث ان احنا بنعلمهم حرف زي على سبيل المثال الجلود دي طبيعية شغلهم كله تمام، بحيث ان احنا بنبيع لهم المنتج العائد بتاعه بيخش لهم في هيئة مرتبات. انا شاركت في معرض البازار عن طريق جهاز تنمية المشروعات، انا بعمل مشغولات يدوية هاند ميد من الاحجار الكريمة زي الاكسسوارز، وبعمل كمان منتجات الكروشيه وبعمل كمان انتيكات بالخرز، ده بالاضافة الى اني بيانست. شاركت طبعا في المعرض وكانت مشاركة كبيرة ليا قوي، في يعني انها بتديني طاقة ايجابية وجميلة. يقام معرض البازار 2021 للمشغولات والحرف اليدوية في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لدعم المشروعات الحرفية واليدوية ومشروعات التراث. في ظل مرحلة الركود الذي شهدته الأسواق العالمية للسلع بسبب انتشار فيروس كورونا، يأتي معرض بازار ليكون فرصة للعارضين للتسويق والإعلان عن معروضاتهم خاصة الشباب وذوي الهمم. منذر وضوح النيل. قال وزير المالية محمد معيط إن عدد طلبات إحلال السيارات التي مضى على صنعها 20 عاما فأكثر بأخرى جديدة من السيارات محلية الصنع التي تعمل بالوقود المزدوج الغاز الطبيعي والبنزين قد بلغ 58,745 طلبا مقدما من أصحاب سيارات الملاكي والتاكسي في المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية. وأضاف الوزير أن المبادرة دخلت حيز التنفيذ الفعلي بعد تحديث الموقع الإلكتروني وتزويده بآليات أكثر تفاعلية مع المتقدمين للمبادرة، حيث بدأ التواصل معهم اعتبارا من منتصف الشهر الحالي ليستطيع كل متقدم التعرف على موقف طلبه. تبايع
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الأربعاء مع اتجاه شرائح عديدة من المستثمرين لإعادة هيكلة محافظهم المالية بعد الهبوط الكبير الذي سجلته الأسهم منذ مطلع هذا الأسبوع، خاصة أسهم المضاربات، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للبيع بينما اتجهت الأجانب والعرب للشراء، فيما يظل الترقب لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس مؤثرا على حركة السوق. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات و100 مليون جنيه، ليصل إلى 673 مليارا و700 مليون جنيه، وسط تداولات بلغت 2 مليارين و300 مليون جنيه. وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تراجعا بنسبة 1.9%، في حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 20%. هنا مشاهدينا تنتهي أخبار الاقتصاد، ونعود من جديد إلى عمرو عبد المجيد. إليك عمرو. أشكرك لا. أهلا بكم من جديد. نتحول إلى ميانمار، حيث دعا فريق من محققي الأمم المتحدة بشأن ميانمار المواطنون إلى جمع وحفظ أدلة موثقة لجرائم أمر بها الجيش منذ استيلائه على السلطة الشهر الماضي وتسببه في مقتل أكثر من 180 شخصا، وذلك لإقامة دعاوى قضائية ضد قادته الموجودين حاليا. وسط مخاوف من مزيد من إراقة الدماء بعد مقتل العشرات في احتجاجات مناهضة للاستيلاء على السلطة في ميانمار في مطلع الأسبوع وإعلان الأحكام العرفية، عاد المتظاهرون للشوارع في مدن عدة في ميانمار من بينها ماندلاي. أقاد الرهبان الطريق وقادوا التظاهرات وهم يهتفون في مسيرة قصيرة عبر الشوارع والأزقة التي بدت أجزاء منها محصنة بأكياس الرمل، ومن ثم تفرقوا ولم تحدث مواجهة مع قوات الأمن. وبالإضافة إلى ماندلاي، أفادت وسائل الإعلام الإقليمية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي عن مسيرات احتجاجية سلمية جديدة في تونغو وتايت ومينجيان ومدايا، وكلها في وسط ميانمار، وتامو في الشمال الغربي بالقرب من الحدود مع الهند، وبيي على نهر إيراوادي شمال غرب يانغون. كما خرج أنصار الزعيمة أونغ سان سوتشي في مدينة داوي إلى الشوارع لمواصلة احتجاجهم على استيلاء الجيش على السلطة في البلاد. كذلك ذكرت وسائل إعلام محلية أن آلاف السكان فروا من ضاحية صناعية بعاصمة ميانمار التجارية، وقال السكان أن قوات الأمن واصلت وجودها المكثف في منطقة هيلينغ ثايار الصناعية في يانغون، حيث قتل أكثر من 40 شخصاً وأشعلت الحرائق في عدد من المصانع، لكن السلطات عمدت إلى قطع خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في بلد لا يستطيع سوى القليل فيه الاتصال بالشبكة الدولية. وتكدس السكان في السيارات وسيارات الأجرة والشاحنات الصغيرة وعلى متن الدراجات النارية وسيرا على الأقدام أثناء النزوح الجماعي، وكانت حركة المرور مزدحمة لدرجة أنها كانت تتحرك بالكاد على الطريق السريع خارج هيلينغ ثايار. وهيلينغ ثايار هي ضاحية فقيرة تسكنها أكثرية من المهاجرين وعمال المصانع بعد أن أخضعها الجيش وخمس مناطق أخرى في يانغون للأحكام العرفية وأغلق مداخلها ومخارجها، فيما أغلق سكان يانغون الطرق أثناء مغادرتهم المنطقة بحثا عن الأمان. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيدفع قريبا ثمن ما وصفه بالتأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2020 لصالح الرئيس السابق ترامب. وأوضح بايدن في تصريحات لإحدى المحطات التلفزيونية الأمريكية أن هناك مجالات مثل تجديد معاهدة ستارت النووية التي يكون من مصلحة البلدين التعاون فيها. تأتي تصريحات بايدن بعد يوم من صدور تقرير المخابرات الأمريكية يشير إلى اتهامات قائمة منذ وقت طويل بأن بوتين وراء تدخل موسكو في الانتخابات، والأمر الذي نفته روسيا وبشدة. من جانبه وصف رئيس الدوما الروسي في تدوينة له عبر موقع تيليجرام تصريحات بايدن بالهستيرية الناجمة عن العجز، مشددا على أن الهجوم على روسيا سيأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسيكوف تقرير المخابرات الأمريكية، والذي يتهم موسكو بالتدخل السياسي يحمل مزاعم لا أساس لها من الصحة ولا تستند لأي دليل على الإطلاق. و
وأشار إلى اتخاذ بلاده جميع الإجراءات الضرورية لإعداد نفسها لعقوبات أمريكية جديدة من المتوقع فرضها على بلاده. انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ما أسماه بالإكراه والعدائية والتي تمارسها الصين لتقويض الحكم الذاتي في هونغ كونغ، وذلك عبر شكل ممنهج، مجددا تأكيده التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمعالجة القضية النووية لكوريا الشمالية. نحن نؤمن بالديمقراطية لأننا رأينا كيف تجعل بلدنا أقوى، لأن الديمقراطيات على الأرجح تكون مستقرة وآمنة ومنفتحة وملتزمة بحقوق الإنسان، وكل ذلك في مصلحة الشعب الأمريكي والشعب الكوري. من المهم أن ندافع عن هذه القيم لا سيما الآن، حيث أننا نشهد تآكلا خطيرا للديمقراطية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في هذه المنطقة. في بورما يحاول الجيش قلب نتائج الانتخابات الديمقراطية وقمع المتظاهرين السلميين بوحشية وقتل المواطنين الذين يطالبون ببساطة أن يكون لهم رأي في مستقبل بلدهم. الصين تستخدم الإكراه والعدوانية لتقويض الحكم الذاتي في هونغ كونغ بشكل منهجي وتقويض الديمقراطية في تايوان. يجب أن نقف إلى جانب المطالبين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية وضد من يطمع. قال المتحدث باسم الخارجية الصينية أن الصين تأمل في عقد حوار استراتيجي رفيع المستوى مع الولايات المتحدة الأمريكية سيثمر عن نتائج إيجابية. وقال المتحدث الرسمي أن كبار مسؤولي الصين سيعقدون محادثات استراتيجية رفيعة المستوى مع نظرائهم الأمريكيين في الألاسكا يومي الخميس والجمعة القادمين بناء على دعوة من الجانب الأمريكي. وتعد هذه المحادثات هي أول اتصال استراتيجي رفيع المستوى بين الصين والولايات المتحدة بعد أن تواصل زعيم البلدين خلال اتصال هاتفي، كما أنه أول اجتماع وجها لوجه بين كبار المسؤولين من البلدين منذ تولي إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن. نشرتنا متواصلة مع حضراتكم وفيها بعد أخبار الرياضة. مدينة فرانكفورت الألمانية تعيد فتح حديقة الحيوان بعد تخفيض إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا. فرانكفورت الألمانية فتح حديقة الحيوان بالمدينة بعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي كانت مفروضة بسبب فيروس كورونا. واستمتع الجمهور بصحبة الدبابة والأسود وقرود الجيبون بيضاء الخدود في حديقة الحيوان. وكان على المواطنين الحجز مسبقا عبر الانترنت للحصول على فترتين زمنيتين للزيارة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، وكذلك من الساعة 1:15 ظهرا حتى الساعة 5 مساء. ويتم قبول مجموعات من 400 زائر في كل فترة من فترتي الزيارة، كما يتم تطبيق قواعد النظافة والتباعد الاجتماعي مع مطالبة الزوار بوضع الكمامات. وظلت أقفاص القردة الكبرى وغابة القطط وبيت وحيد القرن وقاعات عرض الطيور مغلقة. وفي الختام دائما نذكر حضراتكم بأبرز ما جاء في نشرتنا من أخبار. في ختام الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، الفصائل الفلسطينية تتفق على ضرورة إجراء الانتخابات بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة. الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بمظاهر التعاون البناء مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي. خلال زيارته لليبيا، الرئيس التونسي يؤكد على مواصلة مساندة بلاده للمسار الديمقراطي الليبي. ختاما نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.